مساء الخير. بعد المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة مسيطر على أجواءنا، إذن جو متقلب لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 13 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت 15 درجة، والسور 16. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 7 درجات، اللقلوق درجة واحدة، زحلة 7، وجزين 8 درجات. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لل 95%. الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 30 و60 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمرتفع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء، الخميس والجمعة الجو المتقلب بيستمر، إنما بتخف حدة الأمطار. أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 15 درجة لنهار الأربعاء والخميس، و16 درجة لنهار الجمعة. أما لنهار السبت جونا عم يستقر وبيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بترتفع بشكل تدريجي لتسجل 18 درجة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، بدي أتمنى لكم ليلة دافية، تصبحوا على خير.